والله كيما نقول حنايا في دولة ما تقدرش تدير ما تقدرش تقفلها تاع الناس الكل يفوتوا. هو غلقها والدرك جاو ليه الدرك ولا ما جاوش ليه؟ جاو ليه الدرك، الدرك اللي حلوها، حلوها الدرك كيفاش حلوها الدرك؟ كي جاو في الليل باسكو هما وليدهم تاجر مخدرات، جاو عندهم في الليل الدرك الوطني كي صاروا لهذوك الاولاد اللي يشربوا صغار 12 سنه 18 سنه وروح طلع خرجوهم الدار كي طاروا لهم عقابهم فاتوا على السياج هذاك، كي لقاو السياج هذاك ما داروش سمانه خرج الدرك الوطني فتحوا البلديه فتحوا باذنهم. نعم روحي زيدي ومن بعد. ما على باليش لا راحوا كيقدوا لا وجاو ما على باليش، المهم سمعنا قد خرجوا فتحوا الطريق. نعم كيف تحط الطريق هذاك نورمال عادي يفوت اللي يفوت يفوت الطوموبيلات يفوت والناس تفوت رحمه ربي العالمين، سمعنا قد تقفل عاودوا غلقوه. عاودوا دايرين في بالهم باللي ما كانش جابوا له الباليتات تاع الياجر وحطوها هاني عند هاني مفكروه. ايوا كي فكروه ولينا ثاني في مشكل، هما يقولوا لنا انتوما جبتوا لنا الدرك الوطني وحنا ما جبنا لهمش. وين راح المشكل؟ وين راح المشكل؟ وين راح المشكل؟ جبتوا الدرك الوطني انتوما على حاجه تاع قانون، ما جبتوش الدرك الوطني باش باش يظلموا الناس. كي رحنا للدرك الوطني قلنا لهم باللي رانا كي مشكلتو ما حليتو الطريق، صحيح كنا نشكيو بصح ما جيتوش عندنا. اما اليوم كي فتحتوه وفتحتوا البلديه رانا هي مشكل، رانا في القتايل اللي باش هذاك طيح الروح وبالفعل شعره طاح في الروح. ايوا. قاتلوا كي فوتوا خلاو شويه برك داروا الباب وما يخرجوا يخرجوا لينا احنا، اما احنا كي فوتوا ما نقدروش وكان الفوتو نهار نهار تحل. نعم واش وقع؟ وراح المشكل فات راجلي في رمضان هذا اللي فات، فات راجلي من تما على الرود هذاك اللي داروا الباب ويخرجوا هما وحنا ما نخرجوش، فات لحقوا عليه صرا اللي صرا ضربوه كسروه. راجلي وين وصل دار عمليه دار زوج طرايش سرت هذيك 35 يوم. سمحي لي المشكل تاعي واش هو؟ نعم كي زعما قضيه زعما كي نقول احنا القانون يكون معانا. نعم خرجنا ما كان والو والرود هذاك رجع سكر شوي منه شوي من وكي نفوتو صرا كارثه، والكارثه ماشي تما الكارثه رانا رانا في التهديدات وانايا راني في برا زوج ولاد خليت دياري والدار على اسمي خرجت قاتلوا لي في مسجد صرات كارثه هزيت ولاد وهربت من النهار هذاك راني في 20 يوم لا درت ولا شفت داري يهددوا فيا يديروا لي الاولاد يديروا لي هاك يديروا لي هاك يضحوا يحطوا لي الكيف يحطوا لي هذيك يحطوا لي انا هربت رحت الدرك الوطني قلت لهم باللي راني في مأزق لازم نرجع لداري. سيدتي سيدتي الى حد الان مازال ما عطيتينيش سؤالك، ولكن انا اتوقع هو نقدر نقولوا نداء استغاثه عنده علاقه بالقانون وعنده علاقه بالعداله وبمصالح الامن. سيده تستغيث نتيجه جيران تقول بانهم يغلقوا طريق عام او ممر يمروا عليه كل الناس فارضين قانونهم. تقول هذه السيده ان زوجها تعرض الى اعتداء عندما حاول المرور. مانيش عارف تفاصيل القضية ولكن هذا مؤشر خطير جدا أنه كاين ناس يعتقدوا بأن منطقهم أقوى من منطق القانون أو بأنه عايشين في مكان يمكن فيه أن تتصرف كما تشاء ما لبك لا بقانون لا بسلطات. هذا الناس ما لازمش يكونوا عايشين في هذا المجتمع. اللي يعيش في هذا المجتمع لازم يكون خاضع لسلطة القانون. اللي يعيش في هذا المجتمع لازم قبل ما يدير أي شيء لازم يتفكر بلي كاين قانون. لأنه لما توقع الفاس في الراس وشفناها في كثير من الحالات، لما نهضروا كلام كيما هذا كاين الناس ما يعجبهمش الحال. لما توقع الفاس في الراس كيولي وليدهم بعشر سنوات ولا بمحاولة القتل ولا يبداو اللغة تاعهم تتبدل، ولكن حنا نمدوا الوقاية اللي لازم. ما تورط نفسك ما تورط ولادك ما تورط خاوتك ما تورط العائلة تاعك في أعمال مخالفة للقانون. كاين سلطات إذا ظلمت تروح لها، كاين قضاء إذا ظلمت تروح ليه، كاين اختلاف على قطعة أرض على طريق
روح للقضاء اذا اعطاها لك بصحتك، حتى اذا كان طريق عمومي خلاص كي يهضروا معك خرج الحكم. اما انك تفرض المنطق تاعك وتعتدي على الناس على حسب هذه السيده فهذا الامر مرفوض. الان انا سمعت بقضايا ولكن من هذا النوع نادرا انه نسمعها، لذلك ما عندكش حل، انت راكي خارج بيتك خوف على نفسك وعلى اولادك، هذا نداء استغاثه في الحقيقه. المكالمه فيها كل التفاصيل، الان تروحي لمصالح الامن وتروحي لوكيل الجمهوريه المختص، انت في خطر مطلوب حمايتك.